تنقلنا للبلديات المتضررة من دائرة وسيف وبنيني للوقوف أولا على تقدم التكفل في مجال السكن، الوقوف كذلك على الوضع بصفة عامة ومؤساة المواطنين في المآسات اللي لحقت بهم وخاصة الناس اللي راحوا لهم الأهل تاعهم. قدمنا التعازي ونتمنى إن شاء الله ربي يحتضنهم في الجنة. أما فيما يخص الأضرار، أكدنا على الإسراع أولا في قضية التعويضات تاع السكن والأمور متقدمة. لو بروبلام المكلة الحمد لله المؤمنين، الكسوات داوني كساوني الحمد لله، الغطاء جابولي، هذه ما نقدر نلحش. لابيتال رورال انا جبت 50 مليون انا 50 مليون كلاس Il y a un projet. On remplacera tout ce qui a été brûlé.